لكم برات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتبعوا معايا هاد لا فيديو كاينين جوج كاميرات الفان ديال هشام والفان ديالي كنحماق عليكم كاملين وكنبغيكم كاملين وبغيتكم تتبعونا في هاد الفيديو هادو غادي نوري لكم اليوم الموسيقى بالجيتار انا وهشام اليوم تحدي وفي نفس الوقت كمل خلينا نهضروا مع المشاهدين قال لا غمقشي عليا غادي يكون هاد التحدي فيه يعني جوج ديال الحوايج غادي يكون فيديو فيه جوج الحوايج فيه شويه الموسيقى نسمعكم الموسيقى وفي نفس الوقت غادي يكون فيه تحدي اللي غنعطي لهشام شي كلمات ونقول لهم ديهم ليا في شي موسيقى صافي متفقين المهم اخوتي السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير المهم الناس اللي تابوناو معايا كنشكركم بزاف باشكم تزيدوا دابا بغيت اليوم بغيت نلقى لي زابوني تزادوا واحد التحدي بغيت الناس اللي عند هشام في لاشين ديالو ما قالوا والو 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 كمل الألف اليوم بغيتكم تفرقعوا عليا داك الجرس انكم تهبطوا لداك الزر الاحمر وتشاركوا عنده في القناه باش نكملوا له 1000 اليوم ما بقى حتى شي حاجه ما عندوش غير 920 ولا 930 بحال هكا المهم ما بقى والو ما فيها باس الناس اللي غيشوفوا هاد لا فيديو هذا انهم ينزلوا لتحت ويشاركوا في القناه وخليكم معنا دابا مع الموسيقى نبداو بالضحك ولا نبداو بالتحدي ولا نبداو يلا نديروا لهم شي دخيله عاد يلا نبداو شي موسيقى بعد عاد هادي شوف دابا هضري مع لي فون ديالك بدا قبل قلنا كيجيناكم باللبسه كيجيناكم بعدا الكاسكيطه خوكم سليم بيوتي كيجيكم خوكم سليم بيوتي لا كاينه شي حاجه كنت درنا لهم هاد الضحك خليو هاد الفيديو بحال نديرو كوبل هشام وسليم حنا نبدلو اسم القنوات كاع ماشي لا ما نديرو حنا الموسيقى لا والو دابا نديرو معاهم هاد الضحك علاش الناس راه كيبغيو الضحك شحال من الموسيقى يلا سير ما لا شي يقشي راسك انت دغيا قلب شي هذيك بغيتي صافي فسالي معاك كدوي معاك كتشد هذه كتقلبها كتجلس ها لا واه زي لا واه ها لا واه نخدم معاك بهذه مقلوبه صافي العار ها العار ها والله الا ما كاين محسن من هذه مقلوبه ها العار صافي خلينا نشوفوا سيدي لنا شي حاجه شعبيه اش تقولي لنا تحدي رقم واحد اغنيه شعبيه بالقيطار يلا اغنيه شعبيه باش نلعب معاك انايا المرصويات ديالي ها نقول انت عندك هذا الشيء من هنا من قلوب يلا فكر لك شي اغنيه بلاش جوني ما يلا غني لنا يلا يا الوليد يا الوليد يلا غنى لنا يا الوليد سير يلا نعاود لا سير انا ما غاديش نغني غادي غير ندير نطبل ماشي كنت كنغني يلا سير ودير بالقيطار ونمشي نطبلو انا وياك بجوج لا انت غدير بالكيطار هذا هو التحدي ديالك ويلي ولكن انا ما كنعرفش الشعبي وانا هذا هو التحدي الناس اللي كيفهموا في الموسيقى راه عارفين باللي الكيطار ما كتخدمش الشعبي يلا قولي قولي الدخله باش نمشي عليها انت شفت الطبال دابا بالي تلف شي عليه انا متعرف لا نطبل لا نغني لا ندير حتى شي حاجه انا باش غادي نشد فيك شويه ونعطيوك التحدي هذا ولا قولي لي شي موسيقى ولا عرفتي نعطيني شي كلمه واش دابا حنا كنت والله ما تحبسوا والله ما تحبس المونتاج هذه باش يعرفوا لي فان ان بعدا حنا اصلا دايرين فيديو ماشي كنبداو نوجدو حنا حاجه كنا وجدنا قلت لي حاجه غنقولوا لها سير وجدنا شحال درنا بحال ولكن باش اننا موجدين شنو غنديروا ولا انا التحدي اللي دايره هو انني غنعطيك كلمات وانت غتدخلهم ليا في شي ديرها في شي اغنيه غربيه في شي حاجه ماشي غير الشعبي يلا سير
الشعبيره ما فهمنيش التوب. نقول لك جميله 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 زيد كاع داكشي اللي صعيب. زيدي جميله، زيدي شي حاجه اخرى. جميله كوميرا لا شو زنقه ومش كتريش عليا بزاف. لا هادشي اللي جميله كوميرا زنقه بلاتي خمسه غنعطيك كام شنو. جميله كوميرا زنقه صبار مول الحانوت. وجمع لها انت هادشي في مصر. مشيت عند مول الحانوت قلب على شي جميله وشفت عندو كوميرا شي شطيرة الغديوة. الغديوة شنو فيها؟ سولنيش انايا واخا شي راك ترشي عليا انت عطيتيني كل حاجة من جهة. شي ورا داك هو التحدي ديالك واخا خاصك تعطيني شي حاجة. عطيني مثلا شي حاجة الحلاقة، عطيني في هذاك التخصص، عطيني في الكوزينة. الكوزينة عطيني في الكوزينة باش نلبى شوف لي تان. يلاه وانت دابا انت كتعطيني الحلاق المشطه زيدي شنو طرا عندكم هاو سين غادي طوندوز طوندوز المقص المقص المشطه يلا حلاق طوندوز المقص المشطه رب بلاش مشيش عند الحلاق قلت لي حسن لي راسي ما ختمت مشيت عند الحلاق حسن لي بطندوز بغيت نطلع عندي البوز مزيان الله يلا مزيان طندوز نطلع عندي البوز بلاش هاتي شوف مشيت عند الحلاق والحلاق اسيدي قلت لي حسن لي راسي لا 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 بديليش بحال هكا دابا سيد ما يحس لي راسي والمقص والمقص كان حافي مشيت عند الحلا راسي 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 لا لا تا 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 لا 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 ونسيت الكلمات اللي قلتي لي قبيله لقيني بيهم الشطار علاش بالله راه المشاش بعيد دابا راه حاط عليا جوج كاميرات وضوختيني يا سليم دابا باللغه العربيه باللوجيكمون بشيجيكمون المهم صافي خلينا دابا دابا بغينا نتنزو شويه دابا غندير لك اش غادي نديرو اه سي غادي نقول لهم شي نكيته اللي ضحكوا نختموا عليهم بهذا لا فيديو هذا وهذا انا دابا حنا فيديو عرفتي راه مشبك ما فيهش شي حاجه زعما فيديو ما مفهومش مفهوم خاصنا نديرو حاجه وحده شنو هما الحوايج اللي بحال بحال هما انا وهشام لابسين بحال بحال من لبسنا بحال بحال تخالفنا في الاراء ويلي 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 اللبس لا لا اللبس انا قلبي كاسكيطه باش عاوتاني نبدل شويه اللوك بدي بدلي معايا اللوك شويه بدلي معايا يكون معايا عاوتاني وحاشات سليمه وما كتشدش ليا بغيت ندير لها زعما عام قلب ديك المره وانا ناري وجلسي انت راه ماشي سليم بيوشي انت انا راه سليم بيوشي سليم اختي وانا نديرو لها وانا نديرو لها مره مقلب نديرو لها مقلب وبحال تقول حتى هي عاقه ما شقاتش ليا حيت انا حتى نلبس حوايج بعد مرات نكون باغا ندير فيديو هادشي ما كتفهمش هذاك هذاك العكس انا شابعني انا واخويا انت معكس صافي سليم واش غدير لنا شمن معكس سليم ودابا هادش كنسوق راه شي كنبقى نهضر مع المشاهدين ديالك دابا المشاهدين ديالك يقولوا عارفوني كشمن المشاهدين ديالي انا ايوا لا انتوما خوتي قلت لها قبيله من درنا شفنا راسنا صافي ما الفيديو ما صدقش هو هذاك شنو ندير يلاه داك الشيء قلت له صافي حبسي عليا هذا الشيء نخليه وهي بقات كتجر عاوتاني هذا الفيديو غيعجب الناس حيت عفوا نقول لكم ديروا لايكات 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 باش عاد نبقاو نديروا فيديوهات بزاف الا عجبتكم الفكره انني نبقى ندير الفيديوهات مع هشام لايكات ديالكم ولا كومونتير ديالكم لا لا غادي ثاني ما غادي نختم لا فيديو ديالي انا هنايا كنحماق عليكم وكنموت عليكم
واش بربي ما تسالي هاد الفيديو تش تقول لنا شنو كتب والله يا كتب واحد خونا يا هادي 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 ويقول بلا لا قولي لنا نكته قولي لنا نكته لا والله اخوتي ما كنعرفش نكته نتوما خليو لي النكات الا كتعرفوا شي نكات تما كاينه النهار اللي درت داك التشالنج مع هشام باش درنا النكات انا جبتهم غير من الانترنت راكم شفتو قلتها لكم في لا فيديو هنا غادي نقسم لكم لا فيديو ديالي غادي نقول لكم السلام عليكم غنبقى مع لي فان ديال هشام نحماقوا معاهم شي شويه فهاد النكته باي باي عليكم نكته نكته